جد سعيد بتواجدي في هذا النشاط وتنظيم هذا النشاط الراقي اللي كل الساكنه كانت متشوقه له، والحمد لله كسبنا اننا نوجده بهذه القوه، والحمد لله شفنا واحد يعني واحد الحضور مكثف، رغم ان عملنا احنا ان يكون هذا الشيء المقاعد محدوده، ولكن الحمد لله جانا جمهور راقي جدا. فالسمر او السهره تصب في موسيقى الاله وموسيقى السمع الصوفي مع ندوه كما شاهدتم، ندوه علميه تؤطر للموسيقى الاندلسيه والسمع الصوفي. وكل هذا يعني كان بعد واحد الشوق كبير في هذه الجائحه، وكنتمنى ان شاء الله اننا من دابا تبدا الانشطه ويكون ويعود او تعود المياه لمجاريها، باش هذه البلاد ترجع شويه لذاك القوه اللي كانت فيها، القوه الفنيه، القوه الروحيه، لان القوه الروحيه في الحقيقه هي الاساس ديال مجموعه الحاجات اللي كنحتاجوا لها. فشكرا لكم، وكنتمنى الجمهور الكريم رمضان كريم، وان شاء الله يدخل بالصحه والعافيه عليكم وبالامن والسلام على كل العالم اجمع. نقدم اليوم جمعية رياض الطرب التي يقودها الفنان الأصيل سعيد بن القاضي حفلا فنيا عنونته بعنوان جميل مجمع الأحباب، خاصة وقد توقفت كل الأنشطة الفنية بعد جائحة كورونا. اليوم سيلتقي الجمهور مع طبق فني بادخ قوامه نوبة الرصد من الموسيقى الأندلسية المغربية، ثم مستعملات الزوايا الصوفية في توزيع جميل ورائق تتناوب فيه الآلات الموسيقية مع الأصوات الجميلة. تقليد جميل سنته جمعية رياض الطرب، بحيث أنه أدرجت الندوة العلمية ضمن الحفل الموسيقي. جميل أن نرى الندوة مع حضور كبير، خاصة وقد تعودنا أن الندوات العلمية تكون في قاعات منعزلة وبجمهور قليل جدا لا بالكاد يتابع. اليوم لاحظنا ندوة علمية مع ثلاث متدخلين، وطبعا كانت هذه الندوة في محورين، محور أول خاص بمدرسة الشمال وما تتميز به على الصعيد الموسيقى الأندلسية.